تحياتي. بالتأكيد كلنا بنعرف قوة رونالدو المالية وتسويق شخصيته وصورته وعلامته التجارية، لكن هاللاعب وصل النجاح بشكل مذهل رغم تقدمه في العمر ورغم خروجه من ريال مدريد اللي كان معطيه دافع تسويقي كثير كبير. رونالدو حطم رقم قياسي جديد، هذه المرة رقم مالي، حيث أصبح أول لاعب كرة قدم في التاريخ بيكسب أكثر من مليار دولار خلال مسيرته المهنية حسب ما ذكرت مجلة فوربس. المهاجم حقق 650 مليون دولار من الأندية اللي لعب معها، يعني دفع له ريال مدريد، مانشستر يونايتد، يوفنتوس، سبورتينغ لشبونة، هذا الرقم. باقي الأموال جاءت من خلال صفقات خارج الملعب تتعلق في كونه لاعب كرة قدم حسب مقالة CNN. أصبح رونالدو بهذا الرقم ثالث رياضي في التاريخ بيكسر حاجز مليار دولار أثناء لعبه، فبعد تايجر وودز وفلويد مايويذر. تايجر وودز أسطورة الجولف المشهور وفلويد مايويذر أسطورة الملاكم المعروف. طبعا لازم أتذكر ونتذكر أنه مايكل جوردن عمل هذا الشيء لكن بعد نهاية مسيرته، لأنه اشترى نادي كرة سلة واستثمر في مشاريع أخرى كثيرة واستمر عقد رعايته مع نايكي حتى بعد نهاية مسيرته. قوة رونالدو واستثماراته مش بس في الملعب، الرجل واضح أنه عنده مخ تجاري كبير، واضح عنده مشاريع كلها طبيعتها ترفيهية وأمور يعني مثل عمليات تجميل وزراعة شعر وفنادق وعلامات تجارية ترتبط دائما بالأسعار الأعلى والناس اللي مستعدة تدفع أكثر مقابل رفاهيتها ومظهرها.